السلام عليكم. موبايل جبار من انفينكس، موبايل موجه خصيصا للجيمرز، للناس اللي عايزه تلعب. موبايل هو موبايل انفينكس نوت 10 برو، موبايل متميز، يعني موبايل هو موبايل جبار جدا. بيبدا مع علبه الموبايل اللي هي الاشيك السنه دي، وسماعات ايربود وشحن سريع وحاجات تانية كتير. تابع معانا الفيديو للنهايه وتعرف على كل حاجه عن الموبايل ده، مواصفات الموبايل والكاميرات بتاعه الموبايل والمعالج والبطاريه وكل حاجه. ولكن لو لسه ما اشتركتش معانا، انزل واشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك، ويلا بينا نبدا مراجعه مع بعض. اولا، موبايل انفينكس نوت 10 برو موبايل موجه للالعاب بشكل كبير، ولكن اولا تصميم الموبايل. الموبايل ده بيجي بتصميم بلاستيك بالكامل، ظهر وفريم، وظهر الموبايل ده بيجي بشكل لامع وجذاب، والموبايل ده بيجي ببصمه على زر الباور في جنب الهاتف وسريعه جدا. نيجي بعد كده لشاشه الموبايل ده، وهي ب 6.95 هنج، يعني ما يقارب 7 هنج. وعيب الموبايل بقى في الشاشه ديت بس، وهي شاشه اي بي اس مش املود، ولكن مع الحجم اعتقد ممكن تعوض الشاشه الاملود، وبتيجي بتردد 90 هرتز. اما بالنسبه لاداء الموبايل، وهو هيليو جي 95 من ميديا تك، مش اقوى معالج، ولكن الموبايل ده ممتاز جدا في الالعاب، ومعالج ده موجود في ريلمي 7 والريلمي 8، واللي احنا لسه عاملين له مراجعه من يومين، فهتلاقيها في الاي اللي فوق، هتظهر لك على الاي اللي فوق دلوقتي. ولكن كانت في الريلمي 8 وهي هيليو جي 95 بسعر 4700 جنيه. اما الموبايل انفينكس نوت 10 برو جاي بنسختين، النسخه الاولى 128 جيجا سعر تخزين و8 جيجا رام بسعر 3600 جنيه و230 دولار. اما بالنسبه للنسخه الثانية وهي 256 جيجا سعر تخزين و8 جيجا رام بسعر 4200 جنيه و270 دولار، يعني الفرق عن الريلمي 8 1100 جنيه في الموبايل. وزي ما قلنا، في الريلمي 8 هو اغلى موبايل في فئة المتوسطة من حيث المعالج. ومع العلم ان السماعات اللي مع انفينكس سعرها 500 جنيه لوحدها، يعني امكانيات جبارة مقارنة مع سعره. اما بالنسبه لكاميرات الموبايل ده، بالنسبه للكاميرا الخلفيه والاساسيه 64 ميجا بكسل، والثانيه 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، والثالثه 2 ماكرو، والرابعه 2 ميجا بكسل للعزل. اما بالنسبه للكاميرا السيلفي، وهي كالمعتاد 16 ميجا بكسل، ولكن بجوده الصور افضل وتحسين افضل في اداء الصور. اما بالنسبه للبطاريه الموبايل، وهي البطاريه زي ما انفينكس بتقول لك ان الموبايل ده موجه للجيمر، مع بطاريه قويه 5000 ملي امبير، وهي بطاريه قويه مع شحن سريع 33 واط بمنفذ شحن تايب سي، بطاريه بتقعد 7 ساعات متواصله على الالعاب، بطاريه قويه مع معالج قوي وشاشه كبيره وسعر مناسب، يعتبر افضل موبايل للجيمرز في الفئه بتاعته، ويمكن في الفئات الاكبر كمان، ومع كاميرا كويسه جدا وهي 64 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل سيلفي، حاجه كويسه جدا مع سعر 3600 جنيه. لما تشيل كمان سعر السماعات بتكون سعر الموبايل 3000 جنيه، يعني حاجه رائعه جدا وافضل في صفقه في 2021. كمان الامكانيات متناسقه جدا. وقبل ما ننهي، تعالى نعمل انبوكس سريع على علبه الموبايل ده، وهي الاشيك والعلبه شياكه جدا في الموبايل، اللي هي افضل علبه موبايل شفتها السنه دي. وبدايه مع تغليفه بتاعه البوكس وطريقه الفتح. اول حاجه بتلاقي سماعه ترو واير اللي بتكون هديه مع الموبايل. بعد كده بتلاقي الموبايل بواجهه كبيره بشكل جذاب اللي ما بتقلش حاجه عن شكل العلبه. بعد كده بتلاقي 2 كابل، واحد لشحن الموبايل والتاني للسماعات. وبعد كده بتلاقي راس الشاحن موجوده في علبه جوه البوكس لوحدها. بعد كده عندك جراب شفاف لحمايه ظهر الجهاز من الخربشه والصدمات. بعد كده عندك سكرين لحمايه الشاشه من الكسر. وبعد كده بتلاقي الضمان والدليل، شويه اوراق تانيه كتير، ودي كانت كل حاجه موجوده جوه العلبه. بس كده انا خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتشوف الفيديوهات اللي على القناه، اكيد هتعجبك جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.